مليون ونصف مليون دينار هي التكلفة الإجمالية لمركز شيخان الفارسي وشريف العوضية الصحي الذي قام وزير الصحة الدكتور علي سعد العبيدي بافتتاحه، التابع لمنطقة العاصمة الصحية والذي يقع في منطقة السرة. وهذا النوع من التبرع هي سمة من سمات أهل الكويت الأوفياء لمشاركتهم وإحساسهم بالمسؤولية في الخدمات الصحية، وهذا ليس بجديد عليهم، فسلسلة المتبرعين بدولة الكويت قديمة جدا ولا زالت متواصلة لإحساسهم بالمواطنة وتحقيق المزيد في الرخاء للمواطن والمقيم. التوسع بدائرة الربط الآلي بين المستشفيات والمراكز الصحية قائم لتقديم خدمة صحية متميزة. إن هناك ثلاث مستشفيات قادمة، الجهرة والفرونية ومستشفى مبارك، أعتقد في ذلك في توصيل المناطق الصحية مع المستشفى، ويعني أنا مشدد على هذا الأمر لأن هذا الأمر يعتبر من المطالبات الأساسية في دولة الكويت على النظام الصحي. المشروع هو باكورة التعاون بين أهل المتبرع ومختلف جهات الدولة لإتمام هذا المشروع الحيوي. الجهود اللي صارت خلقوا من وزارة الصحة ووزارة الأوقاف متمثلة في بيت الزكاة وجميع الجهات الحكومية ذات الصلة مثل وزارة الأشقار ووزارة الكهرباء، الجهود الأمانة اللي صارت منهم في إكمال هذا المشروع ووضع على خط أو على الطريق أنه يؤدي خدماتها لأهل المنطقة، أنا أقول لهم يعني ومثل زول الكويت مشكورين أنتم وما قصرتوا على كل اللي قدمتوا، مجلس الحي، مختار المنطقة، أهالي المنطقة. المركز يتكون من طابقين ويضم تحت مظلته العديد من العيادات العامة والتخصصية وقسم للمختبر والصيدلة، بالإضافة إلى العديد من العيادات المتميزة. وجود وحدة لعلاج قدم السكر لمرضى السكر تخدم أكثر من 10 مناطق في الكويت. مشاريع تحت قيد الإنشاء مقبل عليها منطقة العاصمة الصحية. في عندنا مركز مساعد الصالح في منطقة الشعب، إن شاء الله قريبا بعد مركز الزلزلة في منطقة الدعية. هذا المشروع يجسد على أرض الواقع التعبير الحقيقي عن دور أهل الكويت ومسؤوليتهم المجتمعية في إقامة المشاريع الصحية وتقديمهم كافة أوجه الدعم لبرامج وزارة الصحة التنموية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.